هذا هو منزل أبو غزوان الحجيري بعد الاشتباكات التي وقعت بين مسلحين وعناصر للجيش اللبناني في عرسال. أضرار كبيرة تتكشف يوما بعد يوم في منازل وبيوت كانت عرضة للقصف والرصاص والقذائف. أنا عندي منشرة أولا بعيدة 2 كيلومتر هونيك، أنا بعد لسه هيدي عندي عم قصت علي، هيدي كل شيء بملك وبعد لحد الآن علي دين. هاي أول ضربة أكلتها تحت بعيدة من هون، وتاني أنا هيدي بيتي هون، بيت ابني، هذا بيتي أنا اللي عرفت كيف، هيدي مدمر تدمير، أنت شوفت عينكم شايفكم مثل ما كنتم شايفين، البيت غير صالح للسكن. إحنا بنطلب من الدولة، عرفت كيف، إن نحن حقنا إنه تحصل تعطينا حقنا. في عرسال التي استعادت هدوءها محاولة لإعادة الحياة والأمن إليها، الجيش انتشر في أنحاء البلدة في وقت ما زال مصير العسكريين الأسرى لدى المسلحين غامضا، ولم تفض حركة الاتصالات إلى معرفة أماكن وجودهم حتى الساعة. الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير زار عرسال بتكليف من الرئيس تمام سلام برفقة موفد من الرئيس سعد الحريري، متفقدا الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وواعدا بتشكيل لجنة ستمسح الأضرار بعد 48 ساعة على أن يباشر التعويض على المواطنين. نحن جايين لنطلع على الأوضاع المدنية على الأرض، الأضرار كلها، لنعمل جولة تفقدية، لنوضع خطة وبرمجة لدفع مساعدات لأسرع وقت يكون، وبأسرع وقت إن شاء الله هتكون مساعدات، خاصة بعد ما الشيخ دولة الرئيس سعد الحريري كمان سمعته بالهبة اللي هو مقدمها كمان لأهل عرسال، كمان نكون هنتعاون نحن وياه إن شاء الله. عرسال هي جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، إنه عرسال موجودة بحضن الدولة اللبنانية، والدولة اليوم موجودة بنص عرسال، وهيدا الوضع الطبيعي. أهل عرسال هن كانوا ضحية للإرهاب، أهل عرسال ولائهم فقط للدولة اللبنانية، فقط للجيش اللبناني. اللي صار صار، مطالب بكل أجهزة الدولة من رئيس الحكومة للشيخ سعد للقوة الأمنية إلى قائد الجيش. نحن بطلنا بدنا بعد حرب مع حد، لا مع الإسلاميين ولا مع الدولة ولا مع حد، نحن جميعا بدنا أمة العرسال. مشاهد ما بعد المعارك تظهر حدة الاشتباكات. هنا فصيلة الدرك في عرسال، وهنا مهنية البلدة التي شهدت معارك عنيفة، وهنا مدرسة المقاصد. عرسال تنتظر مرحلة جديدة بعد انتهاء العاصفة. معالم الصورة بدأت تتوضح أكثر فأكثر في عرسال، أضرار في الممتلكات وقصص كثيرة في كل بيت، وسط تمنيات بالتعويض بأسرع وقت ممكن. من عرسال سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل.